عندي لما يجي لي اسم نكرة زائد اسم نكرة واسم معرفة زائد اسم معرفة، حاجتين مع بعض اهو، اسم نكرة زائد اسم نكرة او اسم معرفة زائد اسم معرفة، نكرتين ورا بعض او اسمين معرفة ورا بعض اهو. هذا طالب مجتهد، هقول نفس الجملة، هذا الطالب المجتهد ناجح. هلاقي عندي هنا كلمة طالب نكرة ولا معرفة؟ طبعا نكرة، إن ما فيش فيها ألف ولام وليس بها أي أداة من أدوات التعريف. وكلمة مجتهد نفس الكلام، إيه؟ نكرة. أما يجي لي اسمين نكرة ورا بعض يبقى تعرف إن الاسم التاني ده إعرابه نعت. الاسم التاني إعرابه إيه؟ نعت. طيب نفس الكلام، عندي كلمة الطالب هنا معرفة بدأ بألف ولام أهي، وكلمة المجتهد نفس الكلام، إيه؟ معرفة برضو بدأ بألف وإيه؟ ألف ولام. يبقى عندي هنا كلمة المجتهد اللي هو الكلمة التانية المعرفة برضو نعربها إيه؟ نعربها نعت. كويس أوي. يعني إيه نعت يا مصر؟ يعني صفة بوصف اللي قبله. أنا هنا وصفت الطالب بإنه إيه؟ بإنه مجتهد. وكلام نفس الكلام هنا، وصفت الطالب بإنه مجتهد، بس هنا نكرة وهنا إيه؟ معرفة. هنا اسمين نكرة ورا بعض وهنا اسمين معرفة ورا إيه؟ ورا بعض، يبقى يديني نعت. طيب النعت ده إعرابه نعت. طب مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ حسب الكلمة اللي قبله. حسب الكلمة اللي قبل. هذا طالب، كلمة طالب عربها هنا خبر مرفوع، فبالتالي كلمة مجتهد هتبقى نعت ايه؟ نعت مرفوع. نفس الكلام هذا الطالب مجتهد، طبعا هيبقى كلمة الطالب اعرابها يعني بدل، ودي حاجة انتم مش هتعرفوها، تاخدوها ان شاء الله في ثالثة اعدادي، برضو بيتبع اللي قبله يبقى مرفوعة، يبقى بالتالي النعت ده يبقى نعت ايه؟ نعت مرفوع. تمام، انت كده يا مستر حلت لنا الجملة اللي هي ايه؟ الكلمة بتاعت الإعراب المطلوبة مننا في القطعة. ما ده أنا قصدت كده قبل ما نبدأ في إعراب الكلمة، فبيقول لي هناك فرق إيه؟ فرق كبير. هناك فرق كبير، عندي كلمة فرق طبعا نكرة، وكلمة كبير برضو إيه؟ نكرة. كويس أوي، يبقى نكرة زائد نكرة، يبقى بالتالي كلمة كبير هتبقى إيه؟ نعت. ماشي، مرفوع. طيب هناك